السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكل المتتبعين الكرام للقناة الخاصة بالتحاليل الطبية. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن سكري الأطفال. كلما سمعنا كلمة سكري يتبادر إلى ذهننا السكر. طفلي يتناول الكثير من السكريات، ألهذا أصيب بالسكري؟ لا، فهذا غير صحيح. ما هي أعراض إصابة الأطفال بالسكري؟ هل من علاج؟ كيف يمكن الوقاية منه؟ وكيفية التعامل مع الأطفال المصابين بالسكري؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذه الحلقة. يعرف مرض السكري بأنه تراكم سكر الجلوكوز في الدم بمستويات أعلى من الطبيعي بسبب مجموعة من الأسباب، وزيادة مستوى سكر الجلوكوز في الدم تؤدي إلى مجموعة من المشاكل الصحية. تكلمت في حلقة سابقة عن أنواع مرض السكري، حيث ينقسم إلى السكري من النوع الأول، وفيه يهاجم جهاز المناعة خلايا البنكرياس التي تفرز الأنسولين والتي تسمى خلايا بيتا، مما يؤدي إلى توقف إنتاج الأنسولين في الجسم، وبالتالي لا تعود خلايا الجسم قادرة على امتصاص سكر الجلوكوز بسبب غياب الأنسولين، وهذا يؤدي إلى تراكمه في الدم. النوع الثاني، وفيه يفقد الجسم قدرته على الاستجابة لهرمون الأنسولين أو ما يسمى بمقاومة الأنسولين، وينتج عنه تراكم سكر الجلوكوز في الدم، وعن مرور الوقت تنخفض كمية الأنسولين التي يفرزها البنكرياس أيضا، مما يزيد تراكم السكر. ومن الجدير بالذكر أن نوع السكر الأكثر شيوعا بين الأطفال كان في السابق النوع الأول، حتى أنه كان يسمى بسكري الأطفال، حيث كان الاعتقاد السائد أن هذا هو النوع الوحيد من السكري الذي يصيب الأطفال، إلا أنه في الآونة الأخيرة بدأ السكري من النوع الثاني بزيادة انتشاره بين الأطفال واليافعين. هناك مجموعة من الأعراض والمؤشرات التي تشير لإصابة الطفل بالسكري، ومن أهمها وأكثرها شيوعاً الآتي: أولاً، زيادة العطش وكثرة التبول، حيث يؤدي تراكم السكر في الدم إلى سحب السوائل من أنسجة الجسم، مما يتسبب بالشعور بالعطش وبالتالي كثرة التبول. الجوع الشديد، فعندما ترتفع نسبة السكري في الدم لا يوجد ما يكفي من الأنسولين لنقل السكر لخلايا الجسم، فيلجأ الجسم بذلك لتعويض الطاقة عن طريق تناول الطعام. فقدان الوزن الغير مبرر من أهم الأعراض التي قد تلاحظها على طفلك. يحدث فقدان الوزن نتيجة لأن الجسم يستهلك الدهون المخزنة للحصول على الطاقة. التعب، عند إصابة الطفل بمرض السكري يبدأ التعب والخمول في الظهور عليه. اضطراب في الرؤية، قد تصبح رائحة نفس الطفل مشابهة لرائحة الفاكهة، وذلك نتيجة لتراكم الأجسام الكيوتونية. ومن العلامات أيضا التهابات فطرية، عدوى الخميرة خاصة لدى الفتيات، ومن الممكن ظهور العدوى على هيئة طفح جدي في المنطقة التناسلية. هناك مجموعة من العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بالسكري لدى الأطفال، ومنها أولاً الوراثة، حيث يزيد خطر إصابة الطفل بالسكري في حال وجود تاريخ مرضي للعائلة. زيادة الوزن أيضاً والخمول وقلة النشاط البدني، وفي حالة إصابة الأم بسكري الحمل. يتم تشخيص إصابة الطفل بالسكري عن طريق: أولاً، تحليل نسبة السكر العشوائي، وتكون نسبة السكر في الدم غالباً أعلى من 1.2. يجرى أيضاً تحليل الهيموغلوبين السكري أو الهيموغلوبين غليكي A1C، حيث تكون نسبة الهيموغلوبين أعلى من 6.5. فبعد تأكد التشخيص يقوم الطبيب المعالج بإجراء بعض الفحوصات الأخرى، ومن بينها فحص الكوليسترول في الدم، فحص وظائف الغدة الدرقية، وظائف الكلى، ووظائف الكبد.
أما فيما يخص علاج مرض السكري عند الأطفال، فأولا يجب الاعتماد على الدعم والتشجيع من قبل أفراد الأسرة، فهي من أهم مقومات علاج مرض السكري لدى الأطفال واليافعين، حيث توفر البيئة الداعمة شعورا إيجابيا لدى الطفل المصاب بالسكري وتعزز التزامه ببرنامج العلاج. يحتاج الطفل المريض أيضا إلى مراقبة مستوى السكر في الدم بالإضافة إلى حقن الأنسولين، مع الانتباه عند الحاجة إلى تغيير الجرعة. وتعد التمارين الرياضية من الأمور المهمة جدا التي تساعد على السيطرة على مستوى السكر في الدم، ولهذا يجب أن يأخذ الأهل مجموعة من الاحتياطات التي تمكن من إحكام المراقبة وتنظيم الحياة اليومية للطفل بالشكل الذي يشعره بأنه لا يختلف في شيء عن أبناء جيله، وأن عليه التأقلم مع هذا المرض وتقوية عزيمته للتعايش معه. ومن الأمور المصاحبة لعلاج السكري لدى الأطفال هو خطر هبوط مستوى السكر في الدم، حيث يشعر الطفل بالتعرق الشديد، الجوع، ارتعاش وشحوب في اللون، قد يرافقه خفقان في القلب ودوخة، عدم تركيز، ومن ثم إغماء أو تشنجات. ولابد من الإشارة أن غيبوبة نقص السكر في الدم تعتبر أخطر من غيبوبة زيادة السكر، وإذا استمرت لفترة طويلة قد تؤدي إلى تغيرات في الجهاز العصبي وخصوصا المخ. وقد يحدث هذا الهبوط بسبب عدم أخذ وجبة الطعام أو تأخيرها مع أخذ الأنسولين، أو أخذ كمية من العلاج أكثر من الكمية المحددة، أو ممارسة الرياضة لفترة طويلة دون أخذ وجبة خفيفة قبل ذلك أو بعده، أو عدم الاهتمام بالوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية. كيف يمكن الوقاية من مرض السكري عند الأطفال؟ هذا يختلف حسب نوع السكري، ففيما يخص السكري من نوع واحد للأسف إلى يومنا هذا لا توجد طريقة لا للوقاية ولا للعلاج من المرض. وأكدت دراسات على أن السكري من النوع واحد قد صنف ضمن الأمراض المناعية، هذا يعني أن الجسم هو الذي يقوم بنفسه بتحطيم خلايا البنكرياس التي تقوم بإفراز الأنسولين. أما فيما يخص السكري من النوع الثاني فعند الأطفال كما عند البالغين، فيمكن وقاية من هذا المرض أو بالأحرى تأخيره نوعا ما، وذلك من خلال أولا التغذية السليمة الصحية وممارسة الرياضة من أجل تجنب الزيادة في الوزن. وفيما يلي بعض النصائح المهمة للأطفال المصابين بالسكري: أولا تناول 3 وجبات رئيسية و 2 إلى 3 وجبات خفيفة خلال النهار، التركيز على تناول غذاء صحي مليء بالخضار والحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون مع الفواكه الطازجة، التركيز على تناول الأغذية القاعدية كونها مفيدة للسكري والبنكرياس ومحاولة التقليل من الأغذية الحمضية، تجنب الأطعمة المقلية، الحلويات والسكريات والنشويات خاصة الغنية بالكربوهيدرات، مع ضرورة ممارسة الرياضة كونها تساعد على استعمال الأنسولين بشكل أسرع وتقلل من احتياجات الجسم للأنسولين. أيضا ضرورة قياس نسبة السكر في الدم على الأقل 4 مرات قبل كل وجبة طعام وبعده، وقد يتطلب الأمر قياس السكر أيضا بعد ساعتين من تناول وجبات الطعام، أي 7 مرات باليوم، لمعرفة نسبته وتفادي ارتفاعه أو انخفاضه الشديد، كون ارتفاع السكر في الدم قد يحدث إذا تناول الطفل كمية كبيرة من الطعام وأخذ جرعة قليلة من الأنسولين، أي أن كمية الطعام لا تتناسب مع قيم الأنسولين التي يتوجب أخذها. وننصح كل أب وأم بضرورة الاهتمام بمرضى سكري الأطفال وفحص نسبة السكر في الدم وكذلك وظائف البنكرياس إذا اقتضى الأمر، من أجل أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة والبدء بالعلاج المناسب في الوقت المناسب دون تأخير، كون اكتشافه مبكرا يساعد جدا جدا في العلاج. ومن هنا نرى أن أهمية الاعتناء بأطفال مرضى السكري من كل نواحي الغذائية العلاجية النفسية مهم ليعيشوا حياة سعيدة مليئة بالحب والحنان.